بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا حول باب عقده الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي بعنوان باب أن الأرض لا تخلو من حجة جمع في هذا الباب عدة أحاديث عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ثلاثة عشر حديثا خلاصة أحاديث هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغرض لأن الله سبحانه وتعالى لا يعبث تعالى الله عن ذلك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. إذا الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم بغرض، لأنه سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم يضع الأشياء في مواضعها، ولا يعبث. ما هو ذلك الغرض؟ في آيات أخرى الله سبحانه وتعالى بين ذلك الغرض. الله سبحانه وتعالى في آية يقول: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني للرحمة خلقهم. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق ليرحمهم. هذه الرحمة رحمة عامة في الدنيا. رحمتي وسعت وسعت كل شيء ورحمة خاصة بالمؤمنين في الآخرة ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الله سبحانه وتعالى رحمن ورحيم الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن صفة لله سبحانه وتعالى باعتبار عموم رحمته وسعة رحمته لكل شيء المؤمن والكافر والحيوانات وغيرها من الموجودات. هذه الرحمة بأصل خلقها حينما الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا. فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى عليهم. حينما رزقهم هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى عليهم. كما يقول: "وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها". وكذلك الحيوانات الله سبحانه وتعالى خلقها نفس خلقها ونفس رزقها، رحمة من الله سبحانه وتعالى عليها. فباعتبار عموم رحمته وصف نفسه بأنه الرحمن، وباعتبار خصوص رحمته إلى المؤمنين، الله سبحانه وتعالى يرحم المؤمنين برحمة خاصة، مثلاً هدايتهم هذه رحمة خاصة بهم دخولهم الجنة رحمة خاصة بهم، ونعيم الجنة رحمة خاصة بهم، وهناك رحمات خاصة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين دون غيرهم، فبهذا الاعتبار يسمى رحيمًا، سمى نفسه رحيمًا، فإذًا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليرحمهم. لا انه محتاج اليهم. لا لا يحتاج اليهم. بل هم المحتاجون اليه. هو الغني عن عباده. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. زين فالله خلق الناس ليرحمهم. كيف ينالون الرحمه الخاصه لله سبحانه وتعالى؟ طريق نيل الرحمه الخاصه العباده، لذا في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول: "وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون" فإذا عبدوا الله سبحانه وتعالى يستحقون الرحمة الخاصة، يعني أن يتفضل الله عليهم بالرحمة الخاصة. فالعبادة غرض في طريق الغرض الأسمى الذي هو الرحمة. فإذا الناس إذا عبدوا الله سبحانه وتعالى بالطريقة التي يريدها لأن الله سبحانه وتعالى يعبد من حيث يريد لا من حيث يريد غيره غيره في حديث أن الله حينما أمر الملائكة وأمر إبليس بالسجود لآدم فالملائكة امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى فسجدوا لله كلهم اجمعون فسجد الملائكه الا ابليس ابليس ابى واستكبر في الحديث ان ابليس خاطب الله سبحانه وتعالى وقال ما معنى اعفني عن السجود لادم واسجد لك كذا وكذا سنوات الاف السنين اسجد لك لله الله سبحانه وتعالى قال له إني أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد أنا أريد أن, تطي أن تطيعني أن تطيعني من حيث أريد وهو أن تسجد لآدم أنت تريد بطريقة أخرى عبادة الله تتم بالطريقة التي هو يريدها لا بالطريقة التي يريدها الآخرون الله سبحانه وتعالى أراد منا مثلا الصلاة في أوقات معينة بكيفية معينة وبطرف معين القبلة الكريمة صلاة الصبح ركعتان هسه واحد يجي يقول أنا أريد أن أعبد الله زيادة لا مو ركعتين صلاة الصبح أسويها عشر ركعات هل صلاته صحيحة؟ لا هسا إذا اجى اعترض قال أنت تصلي صلاة ركعتين وأنا أسجد صلاة عشر ركعات ليش صلاتي مو مقبولة وصلاتك مقبولة؟ ليش صلاتك صحيحة وصلاتي مو صحيحة؟ الجواب أنه الله سبحانه وتعالى أراد صلاة الصبح بهذه الكيفية لا بتلك الكيفية يعبد من حيث يريد لا من حيث يريد غيره إذا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليرحمهم وجعل طريق الرحمه الخاصه العباده. زين شلون يعبدون الله سبحانه وتعالى؟ يحتاج ان يبين لهم. الان اذا انت تروح في الناس في طول التاريخ عاده الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى لكن بالطريقه التي لا يريدها. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. الان في هذا الزمان اليهود يعبدون الله سبحانه وتعالى، النصارى يعبدون الله، المجوس يعبدون الله. كثير من الوثنيين يعبدون الله سبحانه وتعالى. حتى المشركين في زمان الرسول صلى الله عليه واله كانوا يعبدون الله ولكن كانوا يشركون بالله. ما كانوا ينكرون الله، كانوا يعتقدون بالله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولكن كانوا يعبدون الأصنام أيضا وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فإذا الأعم الأغلب يعبد الله سبحانه وتعالى ولكن بطريقة لا يريدها الله سبحانه وتعالى الطريقة اللي يريدها الله سبحانه وتعالى بخصوصياتها لا يدل عليها العقل ولا الفطرة الفطرة تدل على أنك ينبغي عليك أن تعبد الله أن تشكر الله سبحانه وتعالى العقل يدلك على أنه لا بد من أن تشكر المنعم لكن الكيفية الخاصة لا يدل عليها لا عقل لا فطره، وانما الوحي يدل عليها. فلذلك الله سبحانه وتعالى ارسل الانبياء. واول بشر خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا هو ادم على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام. وكان نبيا. ولذا في الحديث الشريف الخليفة قبل الخليقة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. وهذه الآية من دليل افضلية ادم على الملائكة، لأن أهم شيء في التفضيل العلم والتقوى، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله سبحانه وتعالى علم ادم ما لم يعلمه الملائكة. زين. فالخليفة قبل الخليفة اول بشر خلقه الله سبحانه وتعالى كان نبيا وعلمه. فإذا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليرحمهم. وطريق الرحمة الخاصة العبادة وكيفية العبادة تتلقى من الوحي. زي. لماذا الله سبحانه وتعالى لم يوح الى جميع البشر مباشره؟ هذا ذكرناه في البحوث التوحيديه الماضيه. الله سبحانه وتعالى لم يوح الى جميع الناس مباشره لان الوحي بحاجه الى قابليه. كل انسان مو قابل لذلك. هذه القابليه لا تكون الا بان يصطفي الله سبحانه وتعالى انسانا معينا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ثم اصطفينا الله سبحانه وتعالى يصطفي يختار يعني يخلقه بكيفية يكون قابلا للوحي زين إذا هو الله سبحانه وتعالى ما اصطفاه ما إلى قابلية لأن يوحي إليه مباشرة إذا نريد نمثل فد مثال مادي لتقريب الفكرة إلى الأذهان أنتم الآن تشوفون مثلاً هذه الأسلاك الكهربائية التوتر العالي، لا يمكن أن تضع أسلاك إلى جهاز من هذه أسلاك التوتر العالي، لماذا؟ لأنه بمجرد أن تتصل هذه الأجهزة بالتوتر العالي، هذه الأجهزة تنفجر ما لها قابلية لأن هذه الأجهزة ليست لها قابلية أن تتلقى الكهرباء مباشرة من أسلاك التوتر العالي لذا يخلون محولات يخلون ميزانيات وهذا الكهرباء عن طريق هذه المحولات عن طريق هذه الميزانيات يأتي إلى الأجهزة حتى بعض الأجهزة هذا ايضا هذه الاجهزه لا لا تتحملها، لذا يخلون محول اخر حتى هذا الجهاز يتحمله. تلقي الوحي من الله سبحانه وتعالى بحاجه الى قابليه هذا الذي يتلقى. وهذه القابليه لا تكون الا بالاصطفاء. أما الناس العاديين ما لهم قابلية لتلقي الوحي من الله سبحانه وتعالى ولذلك الحكمة اقتضت أن الله سبحانه وتعالى يصطفي بعض البشر يعني يخلقهم بكيفية أرقى من سائر البشر صحيح هم بشر قل إنما أنا بشر مثلكم يعني التركيبه الجسديه هي تركيبه بشريه الانبياء عليهم الصلاه والسلام وكذلك الائمه تركيبتهم تركيبه بشريه ياكلون الطعام يمشون في الاسواق يولدون يكبرون يهرمون يمرضون وهكذا يتزوجون العوارض البشريه تعرض عليهم من حيث التركيبه الجسديه لكن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم لذلك صار أفضل صاروا أفضل من غيرهم هسه البعض يجي مثلا عندما يريد ينكر مقامات الأنبياء يستدل بالآيات التي تدل على أنهم بشر هذه الآيات تدل على أنهم بشر ولكن لا تدل على أنهم ليسوا أفضل من بقية الناس بل الله سبحانه وتعالى خلق هذا النظام الكوني على التفاضل فضلنا بعضهم على بعض الانبياء افضل من غيرهم حتى الانبياء بعضهم افضل من البعض الاخر حتى البشر العاديين نشوف بعضهم افضل من البعض الاخر في كثير من الامور هذه لحكمه الله سبحانه وتعالى جعل الكون على نظام التفاضل وتفصيله في وقت اخر ان شاء الله سنبحث عنه الله اصطفى يعني فضله على غيره فلذا النبي معصوم هذه العصمة ليست بمعنى أن تركيبته الجسدية تختلف لا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه فإذا الأنبياء الله سبحانه وتعالى اصطفاهم هؤلاء الواسطه بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه يتلقون الوحي من الله سبحانه وتعالى ثم يبلغونه الى غيرهم وبعد الانبياء الاوصياء طبعا قبل رسول الله محمد صلى الله عليه واله عادة الاوصياء كانوا انبياء ايضا. يعني مثلا موسى عليه الصلاه والسلام نبي، وكان وصيه يوشع بن نون ايضا كان نبيا. هسه في بعض الروايات مثلا لم يكن نبيا وانما كان وصيا. على كل حال غالب الاوصياء قبل رسول الله محمد صلى الله عليه واله كانوا انبياء. وبعض الاوصياء لم يكونوا انبياء، لكن ايضا اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. واختارهم وعصمهم. لكن لم يكونوا انبياء. مثلا بين عيسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام وبين رسول الله محمد صلى الله عليه واله كانت فتره من الرسل هذه نيف 500 ونيف من السنوات بين عيسى ومحمد صلى الله عليه واله لم تكن هناك رسل الله لم يرسل احدا وفي بعض الروايات انه كان بعض الانبياء لكن اوصياء عيسى عليه الصلاه والسلام كانوا بين عيسى وبين رسول الله محمد صلى الله عليه واله اوصياء موجودين. هؤلاء الاوصياء كانوا مصطفين. كانوا معصومين. وكثير من الخصوصيات الاخرى اللي في الانبياء موجوده فيهم الا انهم لم يكونوا انبياء. الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله واخر الاوصياء اوصياء عيسى هذا سلم مواريث النبوه الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله وبعد ذلك توفي. اما بعد الرسول محمد صلى الله عليه واله، الله سبحانه وتعالى لم يرسل نبيا ولا رسولا الا انه لا نبي بعدي، لكن جعل اوصياء لتستمر الحجه. لذا الرسول صلى الله عليه واله في حديث المنزله الحديث الذي رواه الفريقان يقول لامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يا علي انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي المنازل التي كانت لهارون جميعها موجوده لعلي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام الا النبوه لأن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يكون نبيا بعد رسول الله صلى الله عليه واله بعد محمد. شنو هي منازل هارون من موسى؟ نراجع الآيات الشريفة. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. وأشركه في أمري يعني النبوة هذا استثناء في علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لم يكن نبيا لكن جميع المنازل كانت ل لي... التي لهارون كانت لأمير المؤمن علي بن أبي طالب في آية أخرى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين اخلفني في قومي هارون خليفة موسى في قومه فكذلك علي بن ابي طالب خليفة رسول الله صلى الله عليه واله فبعد الرسول الله سبحانه وتعالى جعل اوصياء لانه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه واله جعل اوصياء وهذه الوصاية مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. زين أحاديث هذا الباب باب أن الأرض لا تخلو من حجة. تدل على هذا الأمر الذي الآن بيناه والقرآن يدل عليه أيضا. أنه من يوم أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حجة الله موجودة في الأرض سواء كانت نبيا هذه الحجة أو وصية نبي إذا في هذا الزمان الأرض لا تخلو من وصية رسول الله صلى الله عليه وآله حديث الثقلين أيضا يدل على ذلك في حديث الثقلين الرسول صلى الله عليه واله يقول اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. زين الثقل الاكبر وهو القران الكريم موجود بايدينا، الله سبحانه وتعالى حفظ القران انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون من يوم وفاه الرسول صلى الله عليه واله الى هذا اليوم. إلى اليوم الذي يرث الله الأرض ومن عليها القرآن موجود وكذلك العترة أيضا موجودة لأن الرسول صلى الله عليه وآله يقول وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض إذا في هذا الزمان القرآن موجود قطعاً إذا واحد من العترة ما موجود من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إمام على الناس إذا ما موجود صار افتراق القرآن موجود والعترة غير موجودة والرسول يقول وإنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض فكما أن القرآن موجود الإمام من أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام موجود فالارض لا تخلو من حجه. زين هسه اكو تفاصيل في الكلام نذكرها في طي هذه الاحاديث. الحديث الاول احد الرواه وهو الحسين ابن ابي العلاء يسال الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ويقول: قلت لابي عبد الله عليه السلام تكون الارض ليس فيها امام يعني يصير في زمان اهل الارض يكونون موجودين من الانس ولا امام تكون الارض يعني اهل الارض يعني البشر الناس والا الله سبحانه وتعالى خلق الارض قبل ان يخلق البشر عليها حسب ما يقول علماء الفلك عمر الأرض أربعة مليارات من السنين وبقي من عمرها أربعة مليارات أخرى من السنين زين البشر على هذه الأرض حسب تخمينهم ستين ألف سنة هسه إذا التخمين غلط مائة ألف سنة خمسمائة ألف سنة مليون من السنين لكن كانت الأرض قبل البشر ولذا الله سبحانه وتعالى حينما خاطب الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لأن قبل البشر كانت هناك مخلوقات أخرى يفسدون في الأرض فلما يسأل تكون الأرض ليس فيها إمام يعني المراد أهل الأرض يكون الناس موجودين ولا إمام الإمام الصادق ماذا يجيب؟ قال لا. يسأل سؤال آخر. هسه هو خارج عن بحث الباب لكن الكليني كمل الحديث. قلت يكون إمامان؟ قال لا إلا وأحدهما صامت. هل يجتمع في زمان واحد إمامان؟ هذا إمام وذلك إمام. الجواب كلا. الا اذا كان احدهما صامتا. يعني شنو صامت؟ يعني لا يدعو لنفسه. يعني امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في زمان الرسول كان اماما او لم يكن اماما. نعم كان اماما. في يوم الغدير الرسول صلى الله عليه واله رفع يد علي عليه الصلاه والسلام وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. لم يخصص امامته بما بعد وفاته وانما من الان هو امام لكن امام صامت يعني لا يدعو الى نفسه بل يدعو الى الرسول ويطيع الرسول صلى الله عليه واله لان الماموم يطيع الامام الامام الصامت يطيع الامام الناطق في زمان امير المؤمنين الامام الحسن والحسين امامان او لا نعم امامان لكن لكنهما إمامان صامتان يعني يتبعان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في زمان الإمام الحسن الإمام الحسين إمام أم لا؟ نعم إمام لكنه إمام صامت يعني لا يدعو إلى نفسه فإذا في زمان واحد إمامان ناطقان بالإمامة ماكو لكن إمامان أحدهما ناطق والآخر صامت يمكن؟ نعم بعبارة أخرى الإمامة لا تكون للإمام من حين موت الإمام السابق أو النبي من ذاك الوقت يصير إمام، لا هو إمام من يوم أن خلقه الله سبحانه وتعالى هو إمام الرسول محمد صلى الله عليه وآله نبي من يوم أن خلقه الله سبحانه وتعالى هو نبي لكن الامام في زمان الامام الذي قبله او في زمان الرسول صلى الله عليه واله صامت لا يدعو الى نفسه بل هو تابع لرسول الله صلى الله عليه واله وكذلك الامام اللاحق في زمان الامام السابق صامت وهو تابع للامام الذي قبله نعم حينما يموت الامام الذي قبله ينطق بالامامه وهذا باب مفصل فيه أحاديث كثيرة ستأتي في المستقبل الشاهد أنه هل يكون الأرض ليس فيها إمام الجواب كلا في الأرض ما دام خلق الله سبحانه وتعالى البشر يوجد حجة لله سبحانه وتعالى قبل الرسول بين نبي ووصي وبعد الرسول هذه الحجة تنحصر في الأئمة عليهم الصلاة والسلام إن شاء الله في حلقات قادمة هناك مطالب كثيرة حول هذا الموضوع في الروايات القادمة سنتطرق إليها بإذن الله سبحانه وتعالى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين